بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الأول الابتدائي، سوف أقوم اليوم بإذن الله تعالى بشرح الفصل السابع من مادة العلوم بعنوان المادة من حولنا، وهو يتكون من 3 دروس. الدرس الأول خصائص المواد، والدرس الثاني يتحدث عن المواد الصلبة، والدرس الثالث وهو المواد السائلة والمواد الغازية. فهيا بنا إلى التعرف على هذه الدروس الشيقة. الدرس الأول خصائص المواد أو خصائص الأشياء. سؤال: مما صنعت الأشياء التي في الصورة وكيف أصفها؟ الإجابة: صنعت من مواد مختلفة مثل البلاستيك والمطاط وغيرها، وأصفها بأنها مختلفة في الشكل والحجم واللون والملمس. ما المادة؟ عندما نصف شيئا ما فإننا نتحدث عن خصائص هذا الشيء، ومنها اللون والشكل والحجم والكتلة والملمس، وأيضا الرائحة والطعم والصوت. فمثلا عندما أصف هذا الدب الدمية فإننا نصفه باستخدام هذه الخصائص أو الصفات التي ذكرتها، ومنها الحجم والكتلة واللون والملمس، فأقول أن حجمه متوسط وكتلته خفيفة ولونه بني وملمسه ناعم. وهكذا يا أبنائي الأعزاء، عندما أصف أيضا الطائرة الورقية فإنني أيضا أتحدث عن هذه الخصائص أو الصفات التي تميزها. مما تتكون الأشياء؟ جميع الأشياء تتكون من مادة. فما هو تعريف المادة؟ المادة هي كل ما يشغل حيزا، أي يأخذ مكانا وله كتلة. حالات وجود المادة: توجد المادة في 3 حالات، هي الصلبة والسائلة والغازية. سؤال: ما المادة؟ الإجابة: كل ما يأخذ مكانا وله كتلة، أو كل ما له حجم وكتلة. ما الكتلة؟ الكتلة كما ذكرنا قبل قليل أنها أحد خصائص المادة، ويمكن تعريفها بأنها كمية المادة الموجودة في الشيء. فمثلا عندي طاولة مصنوعة من الخشب، فما هي كتلتها؟ أقول أن كتلة الطاولة هي كمية الخشب الموجودة في الطاولة. وهكذا جميع الأشياء لها كتل، ولكنها تختلف في كتلتها. فمثلا الأشياء الثقيلة لها كتلة أكبر من كتلة الأشياء الخفيفة. كيف أقيس الكتلة؟ نستخدم الميزان لقياس الكتلة. أقارن بين الكتل. سؤال: أي السيارتين كتلتهما أكبر؟ كيف أعرف ذلك؟ الإجابة:
السيارة الصفراء الموجودة على يميني، وعرفت ذلك باستخدام الميزان. وبعد أن عرفنا خصائص المواد، هيا بنا يا أحبائي ننتقل إلى الدرس الثاني، وهو بعنوان المواد الصلبة. فما هي المادة الصلبة؟ المادة الصلبة مادة لها كتلة ولها شكل محدد، أي ثابت. فمثلا عندما نحرك مادة صلبة من مكان إلى آخر، فإنها تحتفظ بشكلها، أي لا يتغير شكلها. كمية المادة تبقى هي نفسها دائما في المادة الصلبة. فمثلا إذا قمت بتفكيك هذه اللعبة إلى أجزائها، فإن كمية المادة لا تتغير. سؤال: أذكر أمثلة على مواد صلبة. الإجابة: من الممكن ذكر أي شيء مصنوع من الحديد أو الخشب أو البلاستيك أو الورق أو غير ذلك من المواد الصلبة. كيف عرفت أنها مواد صلبة؟ الإجابة: لأن لها شكل محدد، أي ثابت. ما هي خصائص الأشياء الصلبة المصورة في هذه الصورة؟ خصائص الأشياء الصلبة: الخصائص أو الصفات هي الحجم والكتلة والشكل واللون والملمس وغيرها من الصفات التي ذكرتها من قبل. يمكن أن أستخدم المسطرة أو شريط القياس لقياس أبعاد بعض الأشياء الصلبة المنتظمة الشكل، وذلك بقياس الطول والعرض والارتفاع. والآن بعد أن تعرفنا على المادة الصلبة، هيا بنا إلى الدرس الثالث، وهو بعنوان السوائل والغازات. أولا، ما هي المادة السائلة؟ المادة السائلة مادة لها كتلة وليس لها شكل محدد. سؤال: لماذا المادة السائلة ليس لها شكل محدد؟ الإجابة: لأنها تأخذ شكل الوعاء أو الإناء الذي توضع فيه. بعض السوائل تنساب بسرعة مثل الماء والزيت والحليب، وبعض السوائل تنساب ببطء مثل العسل ومعجون الطماطم وغيرهما. سؤال: كيف أقيس كمية من السائل؟ الإجابة: باستخدام الكأس المدرجة. سؤال آخر: فيما تتشابه المواد الصلبة والمواد السائلة وفيما تختلف؟ الإجابة: تتشابه في أن كلاهما له كتلة وتختلف في الشكل. فالمادة الصلبة كما ذكرنا لها شكل محدد، أما المادة السائلة فليس لها شكل محدد لأنها تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه. ثانيا، ما هي المادة الغازية؟ الإجابة: المادة الغازية مادة لها كتلة وليس لها شكل محدد.
فهي تنتشر لتملأ المكان الذي تنتشر فيه. سؤال: أذكر أمثلة على مواد غازية. الإجابة: الهواء، الغاز الطبيعي له اسم آخر وهو غاز البوتاغاز، وأيضا من أمثلة المواد الغازية بخار الماء ودخان المصانع وغيرها من المواد الغازية. حقيقة أنا لا أرى الهواء ولكني أشعر به عندما يكون على سبيل المثال باردا أو حارا. سؤال: كيف أصف الغاز؟ الإجابة: مادة لها كتلة وليس له شكل محدد، فهو ينتشر بسهولة ليملأ المكان الذي ينتشر فيه. مراجعة الفصل السابع. السؤال الأول: أصل بين الكلمة والصورة المناسبة. الإجابة: أصل بين كلمة ميزان وصورة الميزان، وأصل بين كلمة غاز وصورة الهواء الموجود داخل البالونات، وأصل كلمة سائل بصورة الزيت، وأصل كلمة صلب بصورة المكعبات والأشكال البلاستيكية. السؤال الخامس: أتوقع، كيف يختلف ملمس الريش عن الشماغ؟ الإجابة: الريش ناعم بينما الشماغ خشن نوعا ما. السؤال السادس: أقيس، بما أقيس الكتلة؟ الإجابة: بالميزان. السؤال السابع: أتوقع، ماذا يحدث عندما أنفخ بالونا؟ الإجابة: يزيد حجمه وكتلته ويتغير شكله. السؤال الثامن: أذكر خصائص السوائل في الصورة التالية. الإجابة: الحليب ينساب بسرعة، أما العسل ومعجون الطماطم فينسابان ببطء. السؤال التاسع: مما تتكون الأشياء؟ الإجابة: من مواد صلبة أو سائلة أو غازية. إلى هنا نكون قد أنهينا بفضل الله وتوفيقه شرح الفصل السابع من مادة العلوم للصف الأول الابتدائي. نسأل الله لكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.